تعمدت جماعة الإخوان الإرهابية مستعينة بمنصاتها التحريضية وقنواتها الممولة والمأجورة من إشاعة ما وصفوه بالرفض الشعبي لقانون التصالح في مخالفات البناء، بل الأكثر من ذلك فبركة هشاجات مزيفة وزعم أنها الأعلى تداولا على منصتي تويتر وفيسبوك. ورغم استغلال الإخوان عدد كبير من الفيديوهات والصور القديمة في بعض الدول العربية كسوريا واليمن وغيرها وإذاعتها على أنها في مصر لكسب التعاطف، لأن الفيديوهات تشمل نساء تبكي وأطفال مشردة، والحديث عن أن الدولة تستمر في سياستها في تحصيل الأموال من المواطنين بشتى السبل، وأنه تم إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء لتحصيل المليارات فقط، كما تعتمد تلك الخطة على الترويج بأن هناك انقسامات داخل مؤسسات الدولة وأن القيادة السياسية لا تستمع لتقارير هذه المؤسسات. إلا أن المصريين رغم كل ذلك فضحوا زيف تلك القنوات وخرجوا في فيديوهات كذبوا تلك المزاعم وأقروا بما فعلته الدولة في تسكينهم في مساكن على أعلى مستوى بدلا من تلك التي كانت في مناطق عشوائية. وربطت القنوات المعادية لمصر القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء بأنه جاء ضمن استراتيجية كي تتجاوز مصر أزمتها الاقتصادية بعد تراجع الاحتياطي النقدي، كما حاولت القنوات الإخوانية أيضا وضع السم في العسل بإعطاء القضية بعدا دينيا بالتركيز على مشاهد هدم بعض المساجد. وفي الوقت ذاته الحديث عن أن الكنائس لم يتم مسها بل تم تقنين أوضاعها كاملة في أوقات سابقة. للحديث عن هذا الموضوع بشكل تحليلي وقراءته ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ الشريف عارف الكاتب الصحفي. أستاذ شريف مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة. دائما جماعة الإخوان الإرهابية ما تستخدم هذا الأسلوب، ما تستخدم هذه الحيل في محاولة زعزعة الاستقرار، في محاولة تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة وقوانينها وأرافها وقيادتها. كيف تعلق على ما نشاهده ونتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي من تعليقات لبعض أو كل ربما لجان الإلكترونية تتبع جماعة الإخوان الإرهابية في المواقع الإخبارية العربية المختلفة ضد الدولة المصرية وقيادتها؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهديك. أولا ما يحدث الآن هو جزء من مسلسل طويل مستمر منذ ثورة 30 يونيو المجيدة ومنذ وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في مصر. وهذه اللجان لا تسكت للحظة، بل أنها لديها فرقا تقوم يوميا باختلاق وصناعة هذه الشائعات، وبالتالي هي تنظر إلى أي قضية تمر بمصر وتحدث عليها نوعا من بناء الشائعة. الهدف منه هو محاولة أي كسب أي مساحة على الفضاء الإلكتروني أو الفضاء الافتراضي. لو لاحظت حضرتك أن هذه الشائعات في الأسابيع القليلة الماضية كانت معظمها على منصات رقمية، وده دليل على مدى العزلة التي تعاني منها هذه الجامعة هذه الجماعة خلال الفترة الماضية، وبالتالي نقلت كل حربها بالكامل إلى الحرب على الميديا وتحديدا على المنصات الرقمية. وده بيشير إلى حاجة مهمة جدا، أنهم على الأرض أصبحوا لا يمثلون شيئا، إنما هناك مواجهات، هناك متابعات، هناك مطاردات أمنية، كل ده أدى إلى يعني نوع من الارتباك داخل الجماعة جعلها تكثف الوجهة الرئيسية إلى المنصات الرقمية التي تنطلق منها. أستاذ شريف حضرتك أشرت إلى نقطة هامة ونقطة لافتة، هي أن أدوات الجماعة أصبحت مضمحلة حاليا، لا تملك الجماعة أيا من أدواتها على الأرض، وبالتالي لجأت إلى مواقع التواصل وإلى الأسلوب الافتراضي. هذا حقيقة، بدليل أن غالبية الأموال الآن توجه إلى المنصات الرقمية ولم تعد توجه إلى الأرض، لم تعد توجه إلى الدفع بمظاهرات مختلقة، الطباعة إلى آخره، الحشد الجماهيري، كل ده ما عادش موجود على الأرض. الموجود الأداة الوحيدة الموجودة الآن لدى جماعة الإخوان أو التنظيم الدولي هو الإعلام وتحديدا المنصات الرقمية. طبعا أنا يعني لا أحب أن أستشهد بأقوال إرهابيين، ولكن حينما قال
أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة قال لك أن نصف المعركة هي إعلام. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي. على أي حال شكرا جزيلا لك يا أستاذ شريف على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المتابعة.